مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا متعودين هيكون معانا فقرات مختلفة وإن شاء الله تعجبكم. بس قبل أي حاجة سلم على رؤى وخطيب، يا يعني أهلا. فاروق شفته امبارح فراح أمسي عليك يا خطيب. عاملة يا نور؟ عملت إيه من غيري؟ والله كانت الحلقات صعبة الميراث وكانت دايما كده تعدي بسهولة. لو قلت حاجه لا يعني لازم في الاول كده اروح عارفه اخليكي تتنفسي كده وبتاع الاستعضاء وتحسي ان فعلا كان وجودك لا مؤثر. لا فعلا وجودك كان مؤثر وكان فعلا اصلي نائر ونقير ما شاء الله. تخيل انا في البحر فجاه بعيد عن عن الكون. قبله بعيد يعني عن الكون عن الناس كلها قبله اسبيا لقيت في اخر الدنيا ورايا ورايا. ايوه لقيت الموج انا قلت الله طب انا سافرت اليونان ولا اللي جاب القلعه جنب البحر نازله بيوسف بقى. حبيبي يا خطيب والله ليك وحش، نورتي مكانك ونورتي البرنامج ويا رب ان شاء الله نشوف بقى هنشوف هنوصل لايه، هنعمل ايه الفتره الجايه، هنوصل لايه. ازيكم يا شباب؟ اخبارك ايه؟ نور عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. 100 100 100 100 يا حاج. اهلا حبيبي. سبتها كانت طالعه دي يا بابا. خليك انت في المانجا والموزه والحاجات بتاعتك انت دي. الله الله وتحنسنا بيها. الله بص يا رؤى الصوره دي عامله ازاي. بص يا رؤى عامله ازاي. اتفرج بوريك انما تجيب لها طبق وانت جاي ولا تعمل لنا حاجه حلوه كده. لا خطيب ده اكتر واحد عارف الصيت ولا الغنى، يعني اكتر واحد يقول لك انا بعرف اطبخ حلو قوي ويصور حاجات وبتاع، وانا متاكده ان الطعم هيبقى يعني حاجه الصفا. لا اسالي بقى ميار ونوران. لا محتاجين ندوق كلنا وهي مش فاهم يعني الله انت عارفني انا مش هسيبك. لا وفي مره كنا احنا كلنا برضو قاعدين مع بعض. ايه هفضحك؟ بقول لا كنا جعانين وكنا عايزين ناكل والله يعطيكوا حلوه يا اولاد. فبقول له ايه يلا خطيب ناكل حاجه ومش عارف ايه، وكان معانا شيك واحنا مع بعض كلنا وميار وكلنا مع بعض يعني. فمش عارف في مره واحده لنا اختفى. اختفى. فايه احنا جبنا حاجات عاديه اكلناها ومش عارف ايه، لنا جاي بعديها بشويتين كده ايه يا خطيب كنت فين؟ ده استنى. قال لا رحت اكلت مش عارف فين بس صح؟ ده كان اول يوم لينا شغل مع بعض. اقسم بالله انا مش مصدق. طب احنا هناكل مع بعض. انا ما اقدرش اكل جانك فود. الله عليك. فلازم عشان ناكل ها كده يبقى الموضوع فيه بقى تنوع في ليله في اداء. المهم عشان ما نطولش على الساده المشاهدين وانتوا عايزين نطول. خلينا كده زي ما عودنا حضراتكم نبدا فقراتنا من الاخر الاول، والنهارده ميعادنا الاسبوعي مع خبيره الابراج سابي. طيب عظيم جدا. خلاص كده بس كده بس. اوكي. وبرضه هينورنا ان شاء الله يعني في اخر فقراتنا بقى من اول ساعه بسمه سالم. ويمكن بسمه هي يعني من صغرها مهتمه جدا بالثقافه الكوريه يعني وكمان اللغه الكوريه، وهي ما شاء الله تم تعيينها ان هي تكون سفيره كوريا الرقميه لعام 2022. يعني ايه بقى وبتعمل ايه؟ هنعرف منها بشكل مفصل كده، والموضوع برضو اكيد يعني بشكل دولي انا شايف ان هو حاجه محترمه قوي ان هي ممكن توصل للمكانه دي. هنعرف برضو من خلال الفقره ان شاء الله بتعمل ايه بشكل مفصل. حلو قوي. اما دلوقتي بقى يمكن عايزين نتكلم معاكم عن موضوع يخص شويه السوشيال ميديا، وبما انه كل حياتنا تقريبا دلوقتي بقت على السوشيال ميديا وبالتحديد تيك توك. طبعا للناس اللي هي عارفاه بقاله كام سنه ناس كتير بتعمل فيديوز عليه، ولكن نادرا لما بنلاقي حد مسمع وحد الناس ابتدت ان هي تتفاعل معاه وتبقى مستنيه كل الفيديوز اللي هو بينزلها. النهارده بقى معانا نموذج هيكون معانا كمان شويه على التليفون. هي بتعمل فيديوهات عباره عن ان هي لابسه اسدال ونضاره، دي كل الفيديوهات اللي هي بتعملها بتكون بنفس الشكل او الستايل ده، وتبدا ان هي تقريبا بتمثل حرفيا كلمات الاغاني. يعني بصوا يعني انا لو شرحت لكم الموضوع هيبان ان هو ايه ده، بس لو انتم بتتفرجوا على الفيديوهات اللي بتعملها شاهد لا هتحسوا فعلا ان هي بتعمل حاجه حلوه قوي وحاجه دمها خفيف وحاجه كمان مناسبه لسنها، لان احنا اكتشفنا ان هي صغيره قوي، هي تقريبا في ثالثه اعدادي يعني. بالظبط يا نوره. يمكن برضو زي ما نوره بتقول ان كتير من الترندات بتطلع بس بيكون معظمها للاسف سخيف، واحنا بيبقى يعني بنشير الكلام ده لان احنا مش مصدقين هو ده فعلا بيحصل. يعني الفيديوز اللي بتبقى موجوده دي فعلا
بتحصل من سخافة أو تقل دم، لكن فعلا في ناس ممكن تكون عندها محتوى حتى لو محتوى كده ساخر زي شاهد باللي بتعمله. أنت مجرد أن أنت تفتح الفيديو أو أنت بتعمل سكرول هتشوف شاهد مش هت... اللي هو إيه ده أنت وقفت ليه، فأنت لازم تتفرج. هي بتجذبك جدا بطريقتها، طريقة لبسها، طريقة الحركة مع المزيكا والأغاني وترجمتها زي ما نورة كانت بتقول للتراك اللي هي بتشتغل عليه. كمان بتنقي بقى أغاني يعني ما تجيش في بالك أن أنت ممكن تتحكي عليها أو الكلام ده كله، ونظرتها وبتقلع النظارة، حاجات طبعا كوميدية جدا. وبرافو لشاهد عشان محتواها الحلو أنها بتسعد كتير من الناس. هو دلوقتي بقى الجميل في الموضوع إيه؟ أن بقى فيه كتير جدا، في اللي هو الموهوب وفي اللي هو مش موهوب. في الفيديوهات اللي هي فعلا تقعد تتبسط منها كده وتبقى قاعد ايه، لا يعني في حاجه حلوه، وفي حاجه تانية تقول ايه انا اللي انا عملته في نفسي ده. تمام. فلا انا شايف ان بقى في طفره من المواهب دلوقتي موجوده بشكل كبير جدا، وكمان بقت منصه او يعني وسيله اسهل بالنسبه لبعض الشباب وبعض الموهوبين يعني ان هم يعرضوا نفسهم بمنتهى البساطة. يعني اللي عنده موهبة التمثيل بيعرف ازاي ممكن يطلع يعمل حاجة، حتى الأطفال واللي شفناهم دلوقتي انضموا لأكتر من عمل درامي وسينمائي يعني في الفترة الحالية. فأنا شايف دي وسيلة بتسهل على بعض الناس والمتخصصين هم ممكن يعني ينقوهم بمنتهى السهولة يعني. بالظبط. فشاهد دخلت في المنطقة دي، فعندنا كم بنت بقى يعني دلوقتي بقت متميزة، وكم واحدة ممكن في مجال الغناء، في التمثيل، في تقديم البرامج، هتلاقوا ما شاء الله مصر مليانه. بس شاهد بقى النهارده كده ايه، قلنا يعني نقف عندها ونتكلم معاها شويه. بالزبط. وهي منعت التليفون. قولي انا. قولي الو يا نوره. الو. عليكم السلام. ازيك يا شاهد؟ الحمد لله. يا شاهد صوتك مش زي اللي انت بتعمليه يعني، في الفيديوهات عفريته كده. هنا في كسوف شويه. عامله ايه؟ الحمد لله. شاهد قولي لنا كده، يعني اول مره قررتي ان انت عايزه تعملي فيديو على التيك توك او على السوشيال ميديا بشكل عام، الفكره جات لك ازاي ان انت تلبسي بالشكل ده او ان انت تعملي الحركات دي على الاغاني اللي انت بتسمعيها؟ يعني مين كان صاحب الفكره؟ هو صاحب الفكره تونس سادن. اولا بابا كان بيحب يتفرج عليه جدا. مين؟ فرق مع الوقت اللي هو بتحب اتفرج عليه. كان مين يا شاهد؟ مين اللي بتحبي تتفرج؟ تشارلي شابلن. تشارلي شابلن. بابا دايما كان بيتفرج عليه كده، فانا في مره اتفرجت عليه، كنت دايما بحب اقلد حركاته، ساعات اقلد حركات اللي في البيت عامه، اي حاجه تضحكني اقلدها. تطور معايا الموضوع ان انا بقيت اقلد كل حاجه في الاغاني، مثلا اللي هو اقلدها زي ترجمه كده. تطور معايا الموضوع ان انا نفسي اللي هو اعمل محتوى وكده. فحاولت اقنع الاهل ان هم اصلا ما كانوش موافقين اصلا، بس لما تعيت وكده كنت تعبانه، قالوا لي خلاص يعني محتوى، بس شرط ان هو يكون محترم يعني. طب انت يا شاهد يعني احنا شايفين دلوقتي زي ما احنا شايفين في الفيديوهات كده، انا كل لقطه انت بتعمليها فيها كارثه يعني، فيها طريقه كوميديه كارثيه كده انت بتشتغلي بيها. الطرق دي كلها طلعت معاكي من مره واحده، ولا انت بداتي تطوري بقى في اللي انت بتعمليه؟ يعني اكيد طبعا المخزون بتاع تشارلي شابلن ومخزونك ان انت بتقلدي الناس والحاجات دي طلعت بقى معاكي حاجات كتير، فبرضه قولي لنا ازاي الموضوع اتطور معاكي كده. هو انا في الاول يعني بحب اللي هو زي ما قلت كده، لو انا اترجم في الاغاني الموضوع كل ما اجي اعمل كل فيديو يتطور معايا اكتر، لو احب اعمل كذا حركه كده معينه في النص اللي هي تضحك الفيديو، لو في حته مثلا عملتها مش حلوه هعيدها تاني لحد ما تظبط. المعنى لازم اللي هو اجيبه بالظبط. طب شاهد يعني رغم ان الفيديوهات ممكن وقتها قصير شويه، لكن برضو انت بتعملي فيها حركات كتيره جدا في كل فيديو. اول حاجه بتاخد منك وقت قد ايه؟ بتعملي بروف عليها الاول ولا لا؟ يعني الموضوع عشان يوصل للمرحله النهائيه دي بيبقى يعني المده بتاعته طويله ولا لا زي ما هي؟ هي المده بالتحديد بالظبط يعني بالكتير نص ساعه، اللي هو الاغنيه مثلا اسمعها او حد يطلبها مني مثلا في التعليقات او ماما او بابا يطلبوها مني مثلا اسمعها الاول اشوفها هتيجي معايا في السنه مثلا كل حته وحته هعرف افسرها او اجيب الحركه بتاعتها ولا لا. لو هظبط الاول فلاتر وكده والسرعه بتاعت الفيديو والمده بتاعت الصوت واعمل الفيديو كل حته وحته لازم مظبوطه وكده، وفي اللي هو في كل وكل كلمه اللي انا اقطعها عشان اعمل الكلمه اللي وراها، فالموضوع
في الاخر بقى ايه بيتظبط معايا لو كل ده يعني نص ساعه بالظبط. طيب شاهد قولي لي، يعني انت اللي بتعملي المونتاج والفيديو بشكله النهائي ولا في حد بيساعدك؟ لا انا اللي بعمل بصراحه، محدش بيساعدني. حلو قوي، حلو. طب قولي لي اول مره عملتي فيديو منتشر بشكل كبير قوي على السوشيال ميديا، كان ايه الفيديو ده؟ او يعني كان على اغنيه ايه؟ وهل كنت متوقعه اصلا ان انت تبقي ترند؟ هو الاغنيه كانت بتاعت استاذ اصاله غلبان اللي هي ده فاتوا وفاتوا. بتاعت ايه؟ اصاله. اصاله اه. غلبان. عملتها كانت جايبه تقريبا 1.5 مليون فيو. ومش فاكره الصراحه كانت جايبه كام لايك، كانت جايبه 100 حاجه و20 الف لايك. بعد الفيديو ده اتشهرت قوي الصراحه، بس للاسف الاكونت اللي كان معمول عليه الفيديو ده اتقفل. طب انت يا شاهد كنت متوقعه ان انت ممكن تتشهري بالطريقه دي او تنتشري بالضخامه دي ما شاء الله؟ ولا يعني كنت في سالب واحد مش متوقع اصلا ان انا حد هيعرفني حتى تنتشري بالانتشار الكبير ده. انا كنت مش متوقع ان انزل فيديو اصلا اللي هو ايه، انا عارفه انه عاجبني بس انا مش عارفه انه هيعجب غيري اصلا. انت بتلعبي، انت واخده الموضوع هوايه، بتلعبي قلتي تجربي حاجه. مبسوطه. معرفش. خلي بالك برضو انت ده سنك الطبيعي، يعني انت عندك كام سنه الاول؟ دخلت على 15 كمان. طيب 14. ماشي. يعني انت بتتكلمي اهو يعني 14 سنه ولا 15 سنه، ده طبيعي انك تعملي الحركات دي. بس انت محتله البيت كده كله، يعني انا شايفك عماله تصوري في البيت. مفيش حد معاكي خالص، طب فين الناس؟ لا وشفت عماره وسلم وبتاع. ايوه مفضيه، ده انت مفضيه من اول الشارع لحد السطوح. والله حصل. طيب شاهد قولي لي، يعني مامتك وباباكي بقى في البيت هل ما تضايقوش من فكره الفيديوز دي ان هي مثلا ممكن تعطلك شويه عن دراستك، ممكن انه يعني في بعض الاهالي بيكون تفكيرهم مختلف شويه او مش حابين ظهور ولادهم على السوشيال ميديا، انت كان رد فعل اهلك ايه؟ هو انا في الاول كانوا معترضين اصلا، قلت الفكره وانا عارفه ان هم اصلا مش هيوافقوا. دخلت قلت لهم انا عايزه اعمل محتوى كذا كذا، قالوا لي لا طبعا. بس في فتره رمضان كنت عيانه كده، كنت عملت بتاع 3 عمليات، عملت كذا عمليه وكنت تعبانه جامد. فلقيتهم اللي هم اتعاطفوا معايا شويه فراجعت. استغليت الموضوع. ايوه لقيتهم قالوا لي ماشي بس بشرط باحترام ويكون ايه. والله نطلع لكم بالاسنان. طيب انت يا شاهد دلوقتي برضه مسكتيهم من ايديهم اللي بتوجعك، اللي بتوجعهم هم مش بتوجعك انت، وطبعا استغليتي موضوع التعب وان انت تضغطي عليهم. بس انا شايف والله ان اي حد ممكن يبقى بنته بتقدم المحتوى الحلو ده ويتبسط يعني او يدعمك زي ما هم دلوقتي بيعملوا اكيد. بس اللي انا عايز اسالك فيه دلوقتي، هل مثلا طموحك اتغير بعد ما حسيتي بجانب من الشهره دلوقتي او في ناس بتتكلم على الفيديوز بتاعتك؟ كنت مثلا عايزه تخشي كليه ايه قبل ما تتشهري، والنهارده طموحك بقت راحت فين؟ هو انا قبل ما اتشهر كنت عايزه اخش كليه طب، بعد ما اتشهر برضه عايزه اخش كليه طب، بس انا عايزه اشتغل ممثله باي طريقه. طب؟ لو انا عايزه ابقى ممثله بصراحه. خلاص يبقى خلاص من طب لفنون مسرحيه مش مشكله. ده نقعد بقى ندرس 10 سنين. طب انت يعني خلاص حددتي الشكل ده بقى هو ده الثابت بالنسبه لك في اي فيديو تعمليه، تطلعي بالاسنان كده والنضاره واللوك ده والشكل ده يعني، ولا هتغيري هتعملي حاجات جديده؟ لا انا مش هغير شهرتي، هي شهرتي كانت في سر الاسنان بالشكل ده والطريقه دي. ها ايوه. حلو. طب اصحابك بقى والمحيط بتاعك بقى لما انت ما شاء الله كده ايه بقيتي يعني مشهوره دلوقتي وانت في ثالثه اعدادي؟ طيب يعني بيعملوا معاكي ايه دلوقتي؟ عايزين يعملوا معاكي فيديوهات؟ بقيتي مشهوره في وسط المنطقه عندك، في وسط بقى المدرسه، والموضوع اختلف دلوقتي بشكل كبير. اصلا يعني ما كانش حد بيعبرني اولا، يعني مش حاجه. معلش انت جميله والله يا شاهد. وبعد كده لقيتهم اللي هم شويه وقلت تعالي ابقى عايزه ابقى البودي جارد بتاعي مثلا. ازاي مش عارفه. في شهره جايه بقى، فالموضوع هنا يختلف. شهره حلوه. شهره حلوه.
طب يعني ما اتضايقتيش من ده، فكره ان هو حد بيصاحبك او حد بيحاول يقرب منك عشان بس لقيتي مشهوره؟ في ناس معينه، لا في ناس معينه هي بالظبط بتحبني من قبل ما اي من قبل ما يعني ما اتولد كده بصراحه يعني. طب انت خلاص مثلا ممكن بعد كده نلاقيكي مثلا خلاص ده اللبس الرسمي بتاع شهد تنزلي بقى فيه في الشوارع، هتروحي مثلا تقعدي في مكان ولا مطعم تقعدي بالاسدال والنضاره الشمس بالليل عادي جدا؟ لا الموضوع ده لبس كده، ده لبس الشغل. هو اصلا الاسدال ده حاسه بتاع مامتك يا شهد يعني؟ أيوة ده مش مقاسك يعني بيوقعك ويتعبلك. ايوه فعلا طلع بتاع ماما. طب بمناسبه ماما بقى، هي جنبك؟ جنبي. طب هاتي نكلمها كده نعرف برضو ايه دور الاهالي كده في الموضوع والخوف بقى ولا بيشجعوكي ويدعموكي في الموضوع ده؟ لا لا ماما بقى مدير، يعني ايه ماما بقت مدير اعمال يا راجل. خلاص الموضوع ده تختلف. مش كانت رافضه الاول؟ انا عايز بس انا عايز بس مدام ايمان اسالها بس، كانت رافضه الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كلمينا كده طيب على الحلاوه على التحول. على الحلاوه طبعا هاجي لك في موضوع التحول ده لما الموضوع بدا بقى خلاص، لقيتوا البنت دلوقتي خلاص بتتشهر فبتدعموها، لكن قبل كده يعني ما فيش. قولي لي ازاي شهد قالت لك على فكره الفيديوز بتاعتها، وهل انت شفتيها قبل ما تقول لك ولا لا؟ لا هي اصلا تقريبا يعني شهد من صغرها وهي بتحب تقلدنا، يعني ممكن اكون بره وهقول لها اديني اخوكي في التليفون تقلد صوته، ما اعرفش هي مين يعني، ما اعرفش والله العظيم بجد. ومع جدتها كده بتقلد جدتها، بتفضل يعني ايه طول الوقت تقلدني لو انا تعبانه تقلدني وانا عيانه، وتخلي باباها واخواتها يضحكوا عليا، ومتنرفزه منها جدا يعني. تقلدني كويس قوي، بتشاكسكوا على طول يعني. فجاء بقى الفتره من حوالي كام شهر كده عيط عيا جامد وعمل كذا عمليه، وهي لحد الان والله يعني ربنا يشفيها يا رب تعبانه برضه. السلام عليها. هي عندها ايه؟ والله عندها نزيف بتنزف في منطقه الشرج، وعندها مشاكل كتير قوي في القولون، وعملت كذا عمليه. ربنا يشفيها. ربنا يشفيها عافيه ان شاء الله. بسبب ان هي رفيعه قوي كده، بسبب ان هي بتنزف في النزيف جامد يعني في منطقه الشرج. خير ان شاء الله، ربنا يشفيها. تابعوا بس مع الدكاتره اهم حاجه. والله بنتابع مع دكتور محمد عادل يعني هنا في المبره عندنا في العجمي، وربنا يشفيه يا رب. يا رب ان شاء الله. طب انا هسالك بقى يا مدام ايمان على التحول، عشان خطيب نفسه يعرف القصه دي. يعني الاول انتوا كنتوا متخوفين شويه من فكره ان هي تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، لما اتشهرت ولقيتوها الناس حباها وحابه تشوف اللي هي بتقدمه متفاعله معاها، دعمتوها بقى وقتها ولا يعني بقيتوا تعملوا ايه معاها؟ انا بقيت اكتر حاجه مفرحاني كلام الناس وحب الناس. يعني انا ما كنتش متخيله، هو كل الموضوع اصلا كان اللي هي وصاحبتها بيهزروا، وكانت هي الفتره دي ما بتاخدش ما بتروحش المدرسه وبتاخد الدروس برايفت، فما كانتش بتنزل خالص، مخنوقه واصحابها. ده في فيديوهات لو تنزل على الاكونت بتاعها مش قادره اقول لك يعني، بس للاسف بشعرها. في فيديوهات جامده جدا يعني، اللي بتعمله ده ولا حاجه من الفيديوهات بقى اللي عندها على التليفون فظيعه يعني. هي وصحابها وهي لوحدها. لا ما هو واضح يعني، واضح البيت كله فاضي والدنيا كلها فاضيه وهم يعني عايشين حياتهم كلهم. فجت بقى بعد كده ماما وانا تعبانه بقى هعمل تيك توك، قلت لها لا تيك توك ايه مالناش احنا في الكلام ده. احنا كبرنا يعني، اللي هو صفحه الكيت بتاعتنا العاديه وخلاص يعني. طب كان ايه تخوفك بالنسبه ان هي ممكن يبقى عندها اكونت على تيك توك مثلا؟ من اللي انا بشوفه اللي هو ايه، الحاجات اللي هي السلبيه قوي، الحاجات اللي هي الصعبه شويه. السلبيه قوي. والبنات اللي في سنها واكبر واصغر بشوف يعني حاجات. ربنا يحفظهم يعني. بس دلوقتي الوضع اختلف فكريا من ناحيتك، ان انت حسيتي ان هو كل شيء هتلاقي منه السلبي والايجابي؟ طبعا اكيد بصراحه. شهد غيرت لي فكرتي. تمام. بقى انت بقى عندك تيك توك، انت ممكن دلوقتي ممكن تنافسيها مثلا دلوقتي، تقولي لها بقى انا ممكن انزل بالفيديوهات بتاعتي، او تنزلي فيديوهاتها اللي هي شايلاها. الدال ده اصلا مش بتاعي ولا بتاعها. امال ايه؟ والله جاي هديه من العمره من جارتي، كان جاي لها هديه هي وجارتي طلع صغير عليها واديتهولي. شوف الصدفه، جاي مبارك. والنضاره دي بتاعت باباها من ايام يعني ما كان لسه صغير، من حوالي 13 14 سنه. النضاره حتى الموديل بتاعها قديم قوي وفيها كسر. ما هي عامله كاركتر، هي عامله كاركتر ويعني كويس برضو يعني. هي لما بنسالها ايه اللي خلاكي تعملي ده، او ايه الخلفيه بتاعتك عشان تبقي كوميديه كده والحاجات دي، طلع ان باباها بيتفرج على تشارلي شابلن طول الوقت، وطلع ان هي بتقلده.
ايه بتحبه جدا يعني. ممكن نبقى قاعدين بناكل وقايمه مثلا على الترابيزه كده تخفت ايديها تروح عامله حركه مخلينا ميتين من الضحك. هي حتى بتتحرك بسرعه قوي. أيوة أيوة. وتجري وتعمل حركه يعني. لا هي فظيعه فظيعه ما شاء الله عليها. طيب مدام ايمان، ما خفتوش من فكره انه ممكن الفيديوهات دي تعطلها شويه عن دراستها او مذاكرتها او الحاجات دي، ولا لا هي بتركز او عارفه ايه اللي عليها؟ لا شاهد اصلا، عشان تبقي عارفه التليفون بيتاخد خميس وجمعه. يعني انا التليفون بيتاخد الخميس بالليل والجمعه بالليل بيرجع لي. اوكي. ده طبيعي، لكن ايام الاجازه بسيبه لها طول الاسبوع. حط لها بقى يعني ايه افكار كده بقى ايه ليها الفتره اللي جايه، واعملوا بقى شغل بقى خلاص دلوقتي يعني. هي قالت لك خلاص في مديرة اعمال. في مديرة اعمال دلوقتي موجوده اهي، وشهد موجوده، فعايزين بقى شغل كويس الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا تعملها. بنشكركم جدا جدا يعني، وبالتوفيق يا رب ليكم والشهد طبعا اكيد. وفكره دايما احنا بنحاول يعني اي حاجه كده ايه ممكن يبقى في منها ان شاء الله نجاح وامل ومستقبل. ليه لا؟ ممكن البعض ياخد الموضوع بشكل مثلا ايه اللي هو تيك توك، ايه اللي احنا اليومين دول اللي مش عارف ايه. خلي بالكم من حاجه، احنا ممكن احنا نقول الكلام ده بينا وبين بعض، بس الاجيال اللي هي اللي موجوده دلوقتي كلها مرعبه. ايوه ده كلهم دي حياتهم. التلفزيون بالنسبه لهم يعني رقم اتنين. هم دول السوشيال ميديا والتيك توك وخلافه، ده بالنسبه لهم هو هو بعيد قوي. كمان السخافه عايزين انت ليه بتشوف الحاجات دي؟ طب ليه بتشوف الحاجات دي؟ بيطلعوا لي قنابل سخافه قنابل سخافه. لكن طبعا الناس طبعا زي شاهد والمواهب الجميله والحلوه واللي بتفرحنا كلنا، بيبقى في اجماع كلها ان خلاص ان الراجل ده بيضحك وهو عنده حاجه من عند ربنا بتضحك، فمش لازم نضغط بقى يعني. مش لازم نضغط. صح. لازم نستظرف. صح. لا لا بس بقول لكم ايه، لا يعني في شويه حاجات فعلا الواحد لما البلاد بتتكرر قدامه، مش بتتكرر يعني من الشخص نفسه، بتتكرر من الاشخاص نفسهم اللي هم ممكن يعني بياخدوها ايه ممكن يعني يغيروا فيها او حاجه. يعني ممكن مثلا يعلقوا عليها يعني. مش عارف ايه يعني. مثلا في واحد انا بحبه جدا اسمه اسلام، مش عارف اسمه اسلام ايه، اسلام لو بيعمل فيديوهات اكتر في العربيه، اللي هو بيبعت في البيت دايما كده اللي بيعلق على حاجات التيك توك. ده بقى ده جميل قوي. ده جامد جدا. ده شاطر قوي. ده بحبه قوي وشاطر جدا. ده جامد جدا. في كتير بقى برده غيره شاطرين جدا. وفي بنت ثانيه برده اللي هي بتقعد برده تتكلم على حد ثاني، تروح اللي هو اللي عارف انت، تروح اللي هي لابسه نظاره كده ومامتها معاها داخله في الفيديو. ف ما تيجي نعمل فيديو تيك توك. حلو ده والله. على الهوا. بعد الهوا. لا مش لازم على الهوا، بعد الهوا. نعمل بس مش دلوقتي. يا ابني طلعنا فاصل يا ابني. حاضر والله حاضر. خلينا نطلع فاصل مستني كده. ولقينا المواهب التمثيليه طلعت. على هواك يا بيه، على هواك خلاص. هنعمل ايه ولا ايه؟ اتفضل. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل بقى بسمة سالم سفيرة كوريا الرقمية. بصوا احنا ايه، احنا كمصريين دايما عندنا يعني الشغف في لبعض الثقافات يمكن المختلفة واللي احنا ممكن نحبها وكمان برضو تأثر فينا بشكل كبير وننجح فيها. يعني على سبيل المثال في بعض كده ايه من اصحابنا كده والمحيط بتاعنا هتلاقيه ممكن بينتمي مثلا للثقافة الصينية، للثقافة التركية، للثقافة الآسيوية بشكل عام. يعني ممكن البعض التاني يروح ناحية كوريا. الله، انت ايه الموضوع؟ هو شغف. انا من صغري بحب الثقافه دي والمجتمع ده، فانا بنتمي ليه مثلا ان انا اقرا عنه شويه، ابتدي اتابع الفن بتاعه، الدراما، الاغاني وخلافه من الموضوع. بس لما الاقي هنا بقى ايه ان في البعض ومن بعض كمان السيدات والبنات يمكن النجاحات بشكل كبير ان هو ممكن الموضوع ده ياخده المنطقه ان هو يكون سفير كوريا الجنوبية الرقمية ل 2022. الموضوع كبير جدا ومش فاهمين ازاي وصلنا للمرحلة دي، لان هنا بنتكلم بقى انك ممكن تاخد الموضوع ده من الناحية العملية، وازاي كمان تمثل مصر بشكل دولي وبشكل محترف وكمان بشكل محترم جدا. وده اللي عملته معانا ضيفتنا بسمة سالم، وهي تعتبر سفيرة كوريا الرقمية في مصر العام 2022. يعني ايه بقى وايه الموضوع وايه الحكايه؟ هنعرف اكتر من بسمه. ازيك يا بسمه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. نورتينا والله. منورانا. بسمه، يعني قبل ما ندخل لموضوع كوريا وشغفك بالقصه كلها، حابين الاول نعرف يعني ايه سفيره رقميه؟ هو لقب فخري او شرفي عشان ناس كتير بيسالوني.
الموضوع ده من سعادة السفير هون جي ووك، سفير كوريا في مصر. سعادة السفير هو مختلف شوية، هو بيحب يعزف سكسفون، فهو دايما أفكاره أوت أوف ذا بوكس خالص. فشايف إن بسبب كورونا مصر إحنا مش عارفين نعمل إيفنتات، مش عارفين نقرب للناس، إحنا عايزين نقرب الشعبين لبعض. فأنا هشوف الناس اللي بيحبوا كوريا متابعينها من زمان وعارفين عنها كويس، وهم دول يبقوا سفراء لكوريا في الشعب المصري وهيبقوا أقرب منهم. حلو. فلأول مرة لقينا السفارة منزلة إعلان إحنا طالبين سفراء رقميين. فأنا قدمت وأنا مش فاهمة أي حاجة، يعني إحنا مش عارفين أصلاً إيه اللي هيبقى مطلوب منك، طب أنت هتعملي إيه؟ مش عارفين. عملنا 3 انترفيو، 2 1 تليفون، وبعدين 1 على زوم، وبعدين قالوا لنا لا أنتوا خلاص اللي اخترناكوا، تعالوا استضافة السفير مع طاقم السفارة تعملوا انترفيو. حلو قوي. فأنا رايحة بقول لماما بصي يا ماما أنا عارفة أنا مش هتقبل، أنا بحب كوريا بس أنا رايحة، يعني دي استضافة السفير فأنا رايحة. ودخلت الاستضافه واتصورت وقعدت عملت انترفيو، انا لحد اخر لحظه انا مش هتقبل، يعني انا بحب كوريا وعارفه عنها قوي، لدرجه ان هم الانترفيو اتسالنا عن التاريخ الكوري، العلاقات ما بين مصر وكوريا، الثقافه الكوريه، انت بتحبي كوريا ليه؟ فكانت من ضمن الاسئله، فكان انا كانت اجابتي ان كوريا مش دراما، كوريا مش اغاني، كوريا هي ثقافه وتطور وفكر اكتر من كده، واكتر حاجه ازاي الشعب الكوري عرف يصدر ثقافته وهويته مش ثقافه اي حد تاني. فدي كانت اكتر حاجه قلتها، وهي فعلا هي اللي خلتني احب كوريا. فلقيتهم بيتصلوا بيا انت اتقبلتي يلا ايه هتتعيني، فتعينت. المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابقى ممثل لكوريا. حلو. يعني افهم الشعب المصري عن كوريا اكتر. اوكي. وخلي ده من خلال السوشيال ميديا، من خلال السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا. يعني انا وانا قاعده مع حد اول مره يعرفني هتلاقيه يقول لي انت يعني ايه انت بتحبي كوريا ليه؟ لو الموبايل رن ايه ده كوري انت بتحبيها ليه؟ ده دلوقتي كله مغرم بكوريا، اشمعنى كوريا؟ فانا هنا هبقى برضو سفيره لكوريا بره العالم الرقمي. ما انا بحبها. وهتبداي تعرفيهم على كوريا والثقافه بتاعت كوريا. بالظبط. طيب هي مش كده بس، هي بقى انا كنت في الاول كنت فاكر الموضوع اكل يعني موضوع اكل كوري، يعني هو ده بقى سبب مثلا حبها في كوريا والثقافه الكوريه، لكن الموضوع طلع غير الاكل والافلام والدراما، طلع فيه حاجات تانية ممكن برضو ان احنا نتعرف عليها من خلال بس من دلوقتي وانت سفيره رقميه لكوريا. بس عايز اعرف يعني انتوا كنتوا كذا حد يعني بتترشحوا لمنصب واحد ولا كان اكتر من 3000 حد قدم ابلكيشن؟ ما شاء الله. طب هو سؤال معلش يعني، طب من صغرك انت اتعلمتي حاجه كوريه مثلا، اللغه الكوريه او ايه اللي حببك فيها اصلا؟ يعني بعيدا عن الموضوع ان احنا طبعا كل واحد بيحاول يصدر يعني هويته ويصدر كمان ثقافته اللي هو اللي في البلد اللي هو فيها، ده طبيعي. بس كوريا برضو من الاجيال بتاعتنا الفتره اللي فاتت دي ما كانتش قريبه قوي، فاهمه الفكره؟ يعني ثقافتها ما كانتش قريبه زي دلوقتي. دلوقتي بقت كل الناس تفتح تلاقيها مشغله دراما دراما كوريه مره واحده، بقت منتشره جدا. بس انت اخدتي الموضوع بشكل تاني خالص. انا ابتديت مع موجه الهاليو او موجه الثقافه الكوريه من بدايتها، من 2004 اول مسلسل كوري اتعرض على قناه تانية. فاحنا متعودين مسلسلات اجنبي وبتاع، المسلسلات الاجنبي كنت مش ببقى قاعده مرتاحه وانا بتفرج عليها. فجاء مسلسل كوري القصه بتاعته مختلفه ولقيتهم شبهنا، عندهم عادات وتقاليد وعندهم اداب وعندهم سلوكيات شبهنا قوي، في عيله وفي حاجات جدا في المسلسل بيحترموا ده قوي وبيحترموا حته العادات والتقاليد والاحترام. ف ده سوناتا ولا وينتر سوناتا؟ اوكي. اغاني الشتاء. ايه اسم نورا؟ شكرا يا ساره. لا ساره انا لازم اطبطها خلاص، ساره يعني هتجنني معاها من الحاجات اللي بتشوفها. هو كان مسلسل اسمه اغاني الشتاء. فالمسلسل من اول اخره هو حاجه محترمه وقصه مختلفه وناس شبهنا مع انهم من بعيد جدا. فدي كانت اول حاجه خلتني ارتاح وانا بتفرج على الكوري. وكان الموضوع مش انا لوحدي، يعني الوقت دوت كان ممكن حد يفتكر ان انت لوحدك. الوقت ده كانت امتحانات نص السنه، كنا بنروح قبل ما ندخل نمتحن في اعدادي نقعد نتكلم المسلسل امبارح حصل فيه ايه. فدي كانت البدايه. كان صعب ان انا الاقي مصادر خالص عن كوريا، فكنت بجيب بقى مصادر بالانجليزي وبلغات تانية وترجم وتترجم، عايزه اعرف عن كوريا اكتر عن البلد دي. بس ما عرفتش اتعلم كوري خالص الحمد لله. دلوقتي لا انا دلوقتي بفهم كوري كويس جدا، بتكلم جمل صغيره وابتديت
الموضوع بقى متاح اكتر ان انت تعرفي تاخدي كورس كوري، بالذات انا من اسكندريه. مفيش لو هنا من القاهره المركز الثقافي الكوري بيعمل دورات كتير وبتبقى مجانيه وبيدعم ده قوي، وفي هنا مصادر كتير ان انا اقدر اخد فيها كوري. اسكندريه كان صعب وطول المده اللي فاتت كان صعب ان انت تلاقي حاجه اونلاين تعلمي منها كوري كله. يعني تلاقيه دايما اول ليفل تاني ليفل، فدي كانت برضو تعمل لي مشكله ان انا مش عارفه اتعلم كوري كله. بس الحمد لله دلوقتي يعني ماما بتقول لي عيب بقى لازم مع انها الاول كانت بتقول لي لا مش عيب، وكوري ايه اللي ندفع عليه فلوس كورسات انت علم حاجه ثانيه لو اكيد مش بتشتغلي بالكوري ده يعني دلوقتي بقت كورس انجليزي يفيدك ولا حاجه دلوقتي بقت تقول لي عيب انت سافرتي مصر كوريا الرقميه لازم تتكلمي طب ايه الاخبار دلوقتي افضل يعني؟ افضل كتير الحمد لله. خطيب برضو في الكوري ما بقولكيش ادي لها جمله كده لا ممكن تخش حوار معانا فكره يعني هو انا مش انا بكلم بجد قاعد 20 سنه في كوريا في الحلم في الحلم طب بس ما تقولي لنا جمله كده بالكوري يعني مش عارفه زي ايه يعني بس سلمي علينا مثلا بالكوري انيو هاسايو انيو هاسايو يعني السلام عليكم انوا انيونغ هاسايو بصي هي بتتقسم مقاطع انيونغ ان انيونغ انيونغ ها ها سيو سيو انيونغ هايا انيونغ انيونغ هاسيو انيونغ هاسيو دي السلام عليكم لو انا عايزه اقول لك ان انا مبسوطه ان انا شفتكم مثلا فمن نسو بانجاوايو يعني من نسو من نسو من بره اهو نسيف من نسو فدي معناها ان انا سعيده بلقائكم يعني طيب بس ما انا عايز اسالك سؤال لان انا شايف الـ يعني الفوناتكس والحاجات مش زي مش زينا لا ايه صعوبة اللغة الكوري؟ يعني ممكن مثلا يكون صعوبة اللغة العربي في اوروبا ولا في امريكا الخاء الحاء الحاجات اللي احنا قواعد النحو يعني الحاجات مخارج الالفاظ مخارج الالفاظ مخارج ايه الصعوبة بتاعت الكوري؟ الكوري تعتبر من اللغات السهل تعلمها، هي مش صعبة جدا هي مجرد ان انت بس هتسمعها، فلما هتسمعني بقول هتلاقيها سهلة، اما تيجي تتعلمها بقى الحروف الصوتية بتاعتها هي متقسمة حروف ثابتة وحروف صوتية. الحروف الصوتية بتاعتها اللي هو احنا مثلا كل حاجة بمعنى لازم تقعد بقى مدة لحد ما تعرف حركة بقك مع مخرج الصوت هي صح ولا غلط. وهل الأصوات دي ليها معنى لوحدها؟ يعني مثلا أنا مثلا لما أقول ممكن أقول لا 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 دي بتضاف كده وتبقى جملة دي بتضاف للحروف الأساسية علشان تعمل مثلا الفتحة الضمة الحاجات دي، فهي دي اللي بتدي الحرف النطق بتاعه عشان الكلمة. طبعا الثقافة برضه بص مختلفة في حتة بقول لك إيه والله لو حد سمعني هيقول لي أنت بتقولي إيه؟ والله في أبلكيشن كده بيتجاب دلوقتي لو عارف نحول بقى من المصري نترجم فوري نترجم على طول كده كيف حالك عارف ايوه انا في الصين كنت بتعامل بده بصراحه، يعني في الصين كنت اقول له انا عايز كذا كذا والابلكيشن يترجم للصيني والعكس. لا هو الحلو قوي ان ساعات السفير بيتكلم عربي حلو فانا بتكلم عربي هو بيفهمني طب وبيرد عليا عربي وخلاص يكمل انجليزي بقى فافهم انا اوكي طيب بس ما قول لنا ايه التشابه ما بيننا، انت قلتي انه في حاجات كتير مشتركه ما بين الشعب المصري والشعب الكوري، ايه التشابه اللي موجود ما بيننا وايه اكتر حاجه مختلفه تماما يعني النقيض هنا عن كوريا مثلا؟ في حاجات متشابهه جدا في الاكل وفي العادات والتقاليد. زي ايه بقى؟ الاكل احنا عندنا ورق العنب هم عندهم الكيمباب اللي احنا بنسميه هنا سوشي بس هو اللي هو الورق الاخضر اللي هو ده بيبقى اعشاب بحر بيجففوها وبيحطوا فيها رز وبيحطوا فيها خضار. احنا شلنا بقى الكيمباب وحطينا ورق العنب احنا بنسويه كمان هم احنا بنسويه هو بيبقى الرز والحاجات جوه مستويه بس الكيمباب هو اوريدي بيبقى مجفف. تاني حاجه الكيميتشي واحنا عندنا مخلل الكيميتشي ده مخلل كروم او ليفت انواع كتير قوي بس هو المشهور بتاعه مخلل الكروم اسمه كيميتشي ده مشهور حوالين العالم لان هي اكتر حاجه الكوريين بياكلوها يعني الكيمتشي ده صبح ليل وجبه اساسيه عندهم ممكن مش لاقيين حاجه ياكلوها خالص طب انا جعان جدا لازم يحط كيمتشي جنب رز وطعمه بيبقى حادق زي المخلل ولا بيبقى مثلا ليه حرقها هم بيحبوا السبايسي يا بس ما احنا كنا حبه كده حبه الكيمتشي انا مفيد يعني جدا للصحه على فكره جدا يعني دراسات عالميه اثبتت ده من كتر المواد اللي هم بيحطوها فيه والخامات والخضار والحاجات مفيد للصحة جدا وبيقاوم سرطان القولون واثبتوا الكلام ده مش مجرد ان هو بس مخلل كروم لا ده هو كمان هما بيحطوا عليه حاجات كتير قوي في مكوناته خضار وحاجات كتير فده بيخلي فوائده عالية جدا للجسم ومن اهمها اللي تم اثباتها ان هو بيقاوم او بيخلي نسبة اصابة اي حد بعد الشهر بسرطان القولون قليلة ده المطبخ
ده المطبخ. العادات والتقاليد بقى، احنا عندنا هنا الاسره دي شيء مقدس. هم عندهم نفس الموضوع. حلو. يعني عندهم مش معنى ان انا كبرت خلاص فانا اروح انفصل وعيش لوحدي. لا، انت مع اسرتك. طب انا اتجوزت وكبرت ورحنا مثلا محافظه تانية في الاعياد، لازم ارجع لاسرتي واقضي الاعياد مع اسرتي. وفي عندهم اعياد الاطفال بيروحوا للكبار في السن عشان يعيدوا عليهم ويدوهم عيديه زينا بالظبط. زي اعياد دي عندهم حاجات كتير قوي. وبرده عارفه انا لقيت في مره كنت بتفرج على حاجه كوري كده، ان هم مثلا وهم داخلين البيت ما بيدخلوش بالجزمه، لا لازم يقلعها بره، ويخشوا ويقعدوا ياكلوا على الارض. على هو ده اللي طلعت بيه من المسلسل؟ ما هو ده ثقافه دي. اوشين ده كان مسلسل اوشين. ده كان مسلسل مره اوشين ده وحوش كده بتروح تصطاد ناس. اوشين ده كان في مسلسل، هم كلهم في يعني تشابه شويه بحس بكده يعني. طبعا. طب ايه موضوع ايه ده؟ بتجربي ولا ايه؟ ايوه بتجرب كوري بتجرب. احنا على اهو. لا بس هي معلش يعني بسمه، لو هنرجع للدليل بسمه مش كده. بصي انا هعلمك كوري بس ولا انا مش هينفع نتكلم كوري. خاموس الكوري ايه؟ اي حاجه. بصي انت بتقولي لي حاجه وانا عايزه اقول لك صح. انت بتقولي لي حاجه انا عايزه اقول لك ان انا فهمت. طب لو عايزه اقول لك لا انا اتخبطت. طب سهل ايه؟ كل حاجه سهل جدا. بس مش كده هي. بصي خارجه من ايه؟ طب ولا هم بيتكلموا بنتكلم انيو هم بيتكلموا اكتر من المناخير ولا؟ هو انا مش عايزه اهبد لان في ناس متخصصين دارسين ألسن في ده، انا لسه بتعلم، فانا هقول على قد معرفتي عشان ما اتعلقش. انا بحب الناس اللي بتقول على قد معرفتها فعلا. انا لسه بتعلم اصلي. هي المخارج بتاعتهم بتعتمد على يعني ان انا ما احركش الشفايف كتير. طيب لا، هي المخرج الحرف بيعتمد على الصوت طالع منين. وعلى من حركه شفايفك. وعلى النفس اللي طالع من هنا. ده اللي انا اخدته وده اللي انا فهمته يا جماعه والله. طب كويس. طيب نتكلم بقى يعني من ناحيه معلش عشان حاسس الموضوع كده يروح مفتر. بس يا نوره ايه النقطه دي؟ ايه خلينا فكره تعدي على خير. اخر السؤال مالك بس يا حاجه؟ معلش لسه بلين راجع من اجازه. ايه المختلف يعني؟ ايه اكتر حاجه احنا هنا بنعملها وهي مش عندهم تماما او العكس يعني؟ هم شعب بيشتغل 24 ساعة. قصدك ايه؟ مش قصدي حاجة. هم شعب صبور. يا ريتنا ما سألنا. لا ده هم شعب 24 ساعة بيشتغل. 24 ساعة بيشتغل. الشغل عندهم ده شيء مهم جدا. المذاكرة هم مدمنين مذاكرة وشغل بطريقة محدش يتخيلها. وصبورين. هاديين كده وصبورين. وعندهم مثلا بحبه قوي يقول لك اذا فشلت 99 مره ستنجح في المره ال100. يعني انت ما تقولش انا فشلت. يعني دايما هم مؤمنين بالمقوله دي جدا. انت مهما فشلت هتتعلم، فانت اكيد هتنجح. ما توقفش. كمل. بالعكس، كل المرات اللي انت فشلت فيها تاهلك اكتر ان انت تنجح توصل اللي انت عايزه. طب عايزين نتكلم برضو عن العلاقات المصريه الكوريه، وبالاخص هي كوريا الجنوبيه صح كده؟ كوريا الجنوبيه. طيب العلاقات ما بين الشعبين بشكل يعني انت ممكن لمستيه كان عامل ازاي؟ وبرضه عايز اعرف هل انت بس تنقلي الصوره الكوريه لمصر ولا العكس صحيح؟ وبرضه كمان عن الاكاديميه اللي احنا يعني في انت برضه في اكاديميه المفروض الفتره الحاليه خاصه برضه بالموضوع ده، عباره عن ايه؟ العلاقات ما بين مصر وكوريا غير العلاقات ما بين الشعبين. تمام. ازاي؟ العلاقات ما بين مصر وكوريا كدوله هي علاقات قديمه جدا بقى لها 26 سنه. مصر كانت من اول الدول او اول دوله تعتبر اعترفت بكوريا بعد الانفصال ان هي دوله مستقله، وابتدت ان هي تتعامل معاها. والعلاقات دي زادت قوي بعد سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي سنه 2016 لكوريا، وزياره رئيس كوريا الاسبق لمصر السنه دي. فالعلاقات ما بيننا كويسه جدا، وكوريا بتهتم بمصر قوي كشريك استراتيجي، وان احنا بوابه لافريقيا والشرق الاوسط، فهي في علاقة وطيدة ما بين الدولتين على المستوى السياسي. الشعبين للأسف ما يعرفوش بعض. يعني لما تيجي تتكلم حد هو ما يعرفش كوريا، هو تلاقيه ما يعرفش أي حاجة. يعني ما يعرفش فكرة. أكتر الناس اتعاملوا معايا يقولوا لي لا يا ستي، بس أنا لو رحت هناك مثلا وأنا محجبة، عشان هم بيسمعوا إن مثلا ممكن ده هيتنمروا عليا، هينتقدوني، مش هبقى مرتاحة. ده لا خالص. الشعب الكوري بيحترم جدا الموضوع ده. هم أصلا عندهم
ثقافه زينا، عارفه حته الاحترام حته فهم بيحترموا ده. حد تاني يقول لك لا يا ستي هروح هناك، الدنيا عندهم غيرنا خالص واحنا دوله شرقيه، هم شرقيين زينا. حلو. بس هم يعرفوا عننا كتير يعني، مثلا يعرفوا عن الفنانين، يعرفوا عن عندنا المفكرين، عن يعني يعرفوا عن المصريين اشياء معينه بالنسبه للشعب، واحنا برضو نفس الكلام. الشعب الكوري بيحب مصر جدا عشان تاريخها، عشان الاهرامات، علشان التاريخ الفرعوني بتاعنا، هم مبهورين بمصر. مصر اكتر وجهه سياحيه الشعب الكوري بيقول ان هو عايز يروحها. ودوت سعاده السفير خالد عبد الرحمن في مصر شغال على ده دلوقتي، ان هو بيحاول ان لو ينفع يبقى في خط طيران مباشر ما بين مصر وما بين كوريا للرحلات والجروبس، للرحلات ان احنا نزود السياحه ونزود العلاقات، يبقى طيران مباشر ما بين البلدين، لان هي اكتر دوله هم عايزين يروحوها كوجهه سياحيه. بس مصر الحديثه هم ما يعرفوهاش. هم واخدين فكره غلط من الميديا الاجنبيه او من الميديا اللي بتذاع عننا، هم لسه شايفيننا دوله بقى صحراء وجمال، الا اللي بيبقى اوريدي اطلع ودور وعرف. فمن هنا احنا بقى شغالين على سؤال برضو كنت سالته لي، اللي هو هل انا بس بعرف المصريين بكوريا؟ لا، انا ومعايا بنوتين عملنا صفحه اسمها ايجيبت بولاريس، هننشر فيها عن مصر. احنا اوريدي ابتدينا لكوريا بالكوري، هتبقى بالكوري مثلا لغه كوري بالكوري والعربي، يعني هيتنزل باللغتين عشان يشوفوا العربي، فلو هم حابين ان هم مهتمين يبتدوا ممكن يتدربوا في القرايه دي على العربي، في نفس الوقت الكوري لسهوله ان هم يقروا. هنعملها على نيفر علشان ده اكتر موقع هم بيستخدموه، وكمان على بقيه المواقع السوشيال ميديا المصريين كمان بيستخدموها كتشجيع للي بيحبوا الكوري ان هم يشاركوا. انت عايزه تكتبي حاجه عن مصر، عايزه تعلميهم حاجه عننا، يعني في حاجه مشتركه ما بيننا وما بينهم مش كتير يعرفوها، ان احنا في الافراح من زمان ودلوقتي مش كتير بيعملوا ده، بيدوا نقطه. هم بيعملوا ده في الافراح وفي الحاجات، بيدوا نقطه بنفس المفهوم بتاعنا. ان احنا دول هيتجوزوا جديد او كده، فاحنا بنساعدهم ان هم يبتدوا حياتهم مرتاحين، بنبارك لهم بده. طيب في العزاء احنا مش عارفين هم ممكن ظروفهم تبقى ايه، فاحنا بنساعدهم في حزنهم ان احنا الى حد ما نبقى جنبهم. نفس الفكر ما بين البلدين، فهم العادات والتقاليد كتير قريبه، انها فيها تشابه شويه بالظبط. احنا عايزين نوريهم ان مصر دلوقتي في حاجات كتير، احنا مش مصر اهرام. لا، في حاجات كتير جدا، وساعات السفير خالد عبد الرحمن سافرنا في كوريا مهتم قوي بالفكره دي، ان احنا فعلا عايزين نعرفهم على مصر دلوقتي. عشان لما يجوا ما يبقوش بس عايزين يروحوا الاهرامات، هم مبهورين بده، مصر فيها حتت كتير طبعا، في محافظات جديده وتاريخ كبير جدا، في اماكن كتير يقدروا ان هم يروحوها. فاحنا ابتدينا كوريان بولرز عشان نعمل ده. حلو. بالنسبه للاكاديميه، هو كل ده نفس السؤال. بالنسبه للاكاديميه فهي اكاديميه بسميها هانجول حورس. الاكاديميه دي احنا ابتدينا نعلم البنات عن الرسم الكوري التقليدي والمطبخ الكوري والتاريخ الكوري، وهنضيف لها حاجة هي من كوريا لمصر، في منظمة كورية هي مهتمة بالمناخ وبالشباب وكده، هتعمل معانا تعاون ان هي هتتكلم على المناخ والمشاكل المناخية والتجارب اللي حصلت علشان نزود بالظبط، عشان نزود الوعي بمشكلة المناخ، بالذات ان مصر دلوقتي بتستضيف قمة المناخ. حلو قوي. طيب بس السؤال يبدو ساذج شويه، بس انت زرتي كوريا قبل كده؟ اتمنى. اوكي. لسه ما زرتهاش. لسه. طب خدينا معاكي بالنايبه عشان ندوق ال اروح انا بس. لا اكيد هتروحي. طيب عايز اسالك سؤال اخير يخص الفن او الفنون الشعبيه، يعني بنشوف الدول الشرق اسيويه عموما، الصين عندها ابهار جدا في الفنون الشعبيه بتاعتها وبيعملوا حفلات كبيره جدا، كوريا فيها نفس الكلام وعندهم فنون شعبيه ولا جدا. وليه ما يبقاش في مثلا تبادل في الثقافات ما بين مثلا احنا عندنا فرق مثلا زي فرق التنوره، فرق شعبيه فنون شعبيه كبيره جدا، ممكن يكون فيها تبادل ما بيننا وبينهم؟ هجاوب على الاثنين. هم عندهم فن اسمه غناء البانسوري، دوت غناء قديم عندهم قوي شبه القصايد الفرعونيه عندنا كده. من حاجه عندهم اسمها عصر جوريو، غناء البانسوري ده لحد دلوقتي. وهم عاملين اكاديميه كبيره جدا للفنون وبياخدوا فيها من كل انحاء العالم، فهم مهتمين بده، عندهم التايكواندو، عندهم الرقص الكوري التقليدي، عندهم عندهم فنون كتير قوي خاصه بيهم وبثقافتهم. هل ده ما بيتمش النشر عنه والتعريف عنه وتعليمه؟ لا، المركز الثقافي الكوري هنا بيعمل ده مجانا، وبيعلمهم كمان المصريين ازاي يتعلموا الفن ده، وبيشجعنا ان احنا نعمل دمج.
طب احنا لو اخذنا حاجه مصريه قديمه وضفناها لحاجه كوريه ايه اللي هيحصل؟ طب لو ضفنا الخط العربي للخط الكوري ايه اللي هيحصل؟ فده اوريدي بيحصل. وسعاده السفير خالد عبد الرحمن في كوريا في الحفله بتاعه استقلال كوريا الستين كانت في فقرات عن من الرقص المصري القديم واستعراضات فرعونيه وكده هو عملها هنا. كان في التنظيم. طب هايل جدا يا سياده السفير بقى، يعني دعوه لكوريا ان شاء الله كده جماعه الانبوكس كده تبقى الدنيا تبقى حلوه. تكون الليدر بتاعنا ان شاء الله. هناخدك ان شاء الله ما تقلقيش. مش لازم ليدر، هاخدك ان شاء الله ما تقلقيش. شرفتنا جدا يا بسمه. انا شرفت جدا بجد والله، يعني فقره حلوه جدا ومهمه جدا. وعلى فكره احنا كنا بنهرج من شويه، يعني موضوع ان احنا بنتكلم بنحاول ننطق الكلام صح ولا غلط، ده طبيعي جدا، بس طبعا احترامنا الكامل للثقافه الكوريه وطبعا للسفاره الكوريه في مصر هنا وكمان لسياده السفير. نورتنا جدا يا بسمه. ممكن بسمه هي اللي تقول ان احنا الفقره دي خلصت بس بالكوري؟ لا مش للدرجه دي صريحه ممكن جدا على فكره لو قلتي اي يعني اي كلام احنا هنقول لك تمام. لا ليه؟ طب قولي لنا باي باي بالكوري. انا هسيو ماشي اوكي خلاص يلا فاصل. مساء الفل. مساء الفل. يلا بينا نطلع الفاصل يا جماعه، خليكم معانا علشان خاطر بعد الفاصل بقى ايه سابي لكل بقى محبي الابراج والحاجات الحلوه دي والتوافقات بقى وال سامي خبرت عين الفلك والابراج. يلا بينا. ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا وجينا لفقره الابراج. طبعا الناس كتير بتستناها عشان تسال التوقعات بقى ومين يتوافق مع مين وكل الاسئله اللي انتم حابين انه سابي تجاوب عليها تقدروا تكلمونا خلال الفقره. وسابي دلوقتي تقول لنا ايه بقى؟ نقول اقول لك الاول وحشتيني وانت كمان منوره الدنيا كلها حبيبتي يا سابي والله ما شاء الله عليكي زي القمر. حبيبتي يا سابي والله وانت زي القمر ونيو لوك حلو كالعاده يعني. حبيبتي ربنا يخليك. حبيبتي يا سابي. طيب احنا برج العذراء. أيوة. في موسم برج العذراء لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا برج العذراء نعرف كده اكتر عن البرج وحياته الفتره دي عامله ايه. اوكي برج العذراء بوجه عام سواء ست او راجل من الابراج الذكيه جدا والراجل فيها اذكى. اوكي وهو ست او راجل في العذراء عمرهم ما كانوا بيبقوا دايركت، دايما من تحت لتحت او يعني بيلفوا ويدوروا عشان يروحوا للحاجه. لكن ما بيتعاملوش دايركت مع الناس. ما بيسيبوش حقهم، دايما بياخدوا حقهم اول باول بس من خلال الناس او من خلال موقف. ودايما لما بيعمل لما حد بيعمل لهم حاجه بيحوشوا يعني مش على مش الصغيره والكبيره بيقفشوا او بيتضايقوا، لا بيكبروا دماغهم. لا ما بيكبروش، ما بيسيبوش حقهم ابدا. بيخزنوا بيقعدوا يحوشوا 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 عشان لما هم يغلطوا يطلعوا الكارت بتاعهم. ما انت عملت وعملت وعملت وانا كبرت دماغي وايه دماغي الصغيره ديت. وبعدين هم كوميديان جدا 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 خصوصا راجل العذراء كوميدي جدا 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 ويحب الافيهات ويحب يضحك ويهرج وشاطر جدا في شغله. ست العذراء ليدي قوي قوي قوي. اوكي ناعمه تحس انها كيوت قوي. شاطره برضو بس ما بتعرفش تعبر. يمكن راجل العذراء بيعرف يعبر وشاطر جدا وناجح جدا. الفتره اللي فاتت كانت عندهم مش حلوه لكن الفترة ابتدت من النهاردة ابتدى للعذراء بالفعل الدنيا هتبقى عندهم حلوة. كانت الماديات عندهم الفترة اللي فاتت مش حلوة ابتدت تبقى حلوة. هيبتدي الفترة ديت البرج العذراء بوجه عام يرتب حياته لأن في حاجات دخلت جديدة في حياته فمضطر غصبا عنه أنه هو يرتب حياته طبقا للظروف اللي هو عايشها دلوقتي. مش الأول كان دايما بيرتب الحياة على ظروفه هو، لا دلوقتي مضطر أنه هو يرتب عشان في مسؤوليات زادت عليه، في اجواء جديده دخلت حياته فمضطر ان هو يغير من حياته المعتاده او اللي هو كان متعود عليها قبل كده. الفتره اللي جايه عندهم الماديات هتبتدي تظبط معاهم. عندهم نقله من مكان لمكان او في فتره هيضطر ان هو ما يبقاش قاعد في بيته مستقر، هيتلاقيه بيتنقل من حته لحته سواء بقى عن طريق شغله عن طريق حاجه في بيته أو بيتهم. عاطفيا الفترة ديت هتبقى حلوة عندهم. برج العذراء برج العذراء اللي مش مرتبط في الرجالة بيدور أو بيسعي أو بيدور على علاقة قديمة إن هو يطورها أو يبقى ليها مسمى. أوكي العذراء متلخبط مش واقف على صلبة اللي هو تحس إن هو عنده حاجات حصلت له مفاجآت الفترة اللي فاتت فهو لسه مش عارف يتأقلم أو عارف يخش جوه القوقعة اللي هو الحياة الجديدة اللي هو دخلها. بس
طيب معنا تليفون من رحمة. ألو ألو ألو. أيوة ازيك يا رحمة؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله بخير. اتفضلي سابي معاكي. كنت عايزة عن برج الجد عشان هو كل مرة مظلوم في الحلقات. يوم كام طيب؟ برج الجدي يوم ايه يا رحمة؟ 18/1. طيب العاطفة بالذات. ايه حابة تسألي عن العاطفة. العاطفة؟ عاطفيا. اوكي تمام اوكي ماشي يا رحمة. اوكي برج الجدي هي 18/1 اخر ثلاث اخر العشرية الثالثة في الجدي. الجدي الفترة دي عنده مش حلوة، تحس ان هو مهزوز مش واقف على ارض صلبة، ما بين دكاترة، ما بين ان هو مدخل نفسه في امور كتيرة ملهاش لازمة، زحمة، عنده كدابة ملهاش أي لازمة، مش واقف على صلبة، محتار، محتار ما بين أكتر من ناس آراء مختلفة، وهو دايما بيبقى متزاول مع في كذا اتجاه، أوكي؟ ماديات الفترة دي عنده مش حلوة، عنده كذا حاجة هتظهر له الفترة اللي جاية فيخلي باله عشان اسمه ما يجيش في جملة مفيدة، ناوي يخش شغل جديد أو يعمل حاجة جديدة، أو بيحاول لكن ما مش عارف ينفذ. أو هو استخدم الطريقة الغلط في التنفيذ، أو مش عارف يرتب أوراقه. ما يتخافش على راجل الجدي، راجل الجدي عارف طريقه إزاي وعامل بلان كويسة، بس هما الجدي دايماً مش زنانين، بس دايماً بيبقوا عايزين الحاجة كون فيكون. الفترة اللي فاتت ما كانتش بتاعتهم خالص، بس ابتدت نوعاً ما هتبتدي تظبط. طبعاً هما الجدي طول عمرهم طول السنة أب داون، شوية فوق شوية تحت، بس كل أخطائهم بتبقى هم سبب فيها. طيب معانا تليفون تاني من مريم. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. كنت عايزة أسأل خبرة الأبراج عن برج العقرب اليومين دول، الأخبار كام؟ التاريخ كام؟ عاطفيا ودراسيا وكده. التاريخ كام يا مريم؟ 24/10. تمام ماشي أوكي. 24/10 هي عقرب، بس هي العشرية الأولى واخدة من الميزان، أوكي؟ العقرب بوجه عام الفترة دي عندهم حلوة. هو العقرب على طول عندهم حلوة؟ لا لا، العقرب بجد الفترة دي حلوة مادياً وعاطفياً وعملياً، أوكي؟ اللي مش حلوة عندهم هم الميزان، هي واخدة من الميزان، أوكي؟ الفترة دي عند الميزان هي اللي يعني مش مستحملين أي حاجة، عندهم ضغوط كتيرة، عندهم أفكار وزحمة كتيرة في دماغهم، فمش عارفين يرتبوا أفكارهم، أو يعني لو فكروا في حاجتين في وقت واحد هم الخسرانين. لازم يعملوا حاجة يعني يفصلوا ما بين كل موضوع وموضوع تاني عشان يقدروا ياخدوا قرار سليم في حاجة، لكن الزحمة مخلياهم الوقت مش مساعدهم. لكن العشرية التانية اللي هم في شهر 11 والعشرية التالتة هم اللي أكتر حظا من العشرية الأولى. صح. طيب معانا تليفون تاني من منى. ألو أهلا، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا منى؟ الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك، متشكرة جدا. منورة والله الشاشة. حبيبتي نورك، شكرا. أنا هطلع تاريخ سألت عليه قبل كده بس هستفسر من تاني، ممكن؟ اتفضلي. أكيد. ابني 15/7، فآية قالت يتوافق معاها الفوت، هو يا للأسف ختم مرتين فوت وما حصلش نصيب. نغير قدام الرياضة حاجة عذراء. أنا ممكن أسمع من حضرتك؟ ابنك 15/7 مظبوط؟ أنا فاكراها. بس احنا ما قلناش ما قلناش الحوت، انا قلت لها الجدي. قلت لها 15/7، قلت لها الجدي اكتر حاجه مناسبه لي، اخر حاجه قلتها لها الحوت، قلت لها الجدي دوت علاقه ناجحه جدا جدا جدا، اوكي، والتور علاقه ناجحه جدا جدا جدا، انا فاكره كويس اللي احنا قلناه. قلت لها اخر حاجه كانت اخر حاجه كانت الحوت، لكن العلاقه الناجحه مع السرطان لان هو 15/7 سرطان الجدي. طب خلاص، والقوس كمان، والقوس كمان ينفع معاهم كويس. نبعد عن الحوت خالص. لان المائي مع المائي بينفعوا مع بعض، بس بيبقى لو اخر حاجه ممكن نفكر فيها اوكي. وبعدين هو الحوت والسرطان بينفعوا مع بعض، بس انهي عشريه ده مع ده؟ فاهمه قصدي ايه؟ لان كل يوم مع اي يوم تاني في برج بيختلف. طيب معانا تليفونات تاني ولا لا؟ طيب اوكي. طيب احنا لسه بنتكلم عن برج العذراء، يمكن احنا قلنا التوقعات عنه الفتره اللي جايه. اوكي، ايه اكتر الابراج اللي بتتوافق مع العذراء سواء راجل او ست، واكتر ابراج ما يقدرش يتعامل معاها سواء في الحياه العاطفيه او الشغل؟ اوكي، اكتر ابراج لرجل العذراء تتوافق معاه الابراج الهوائيه، الدلو، الميزان. اوكي، الدلو والميزان، ويمكن الدلو الاكتر. اوكي، لان العذراء راجل صعب، مش اي حد يقدر يستحمله.
بس ما حدش يقدر يفهم ده ولا يشوف ده غير اللي يعاشره ويقعد معاه. لكن هو للناس كلها تمام قوي وكويس جدا واجتماعي ودمه خفيف، لكن اللي عايز يعرفه على حقيقته هي بتبقى مراته يعيش معاه. اوكي. هو من الابراج القويه وشاطره جدا في شغلها وناجح ومحظوظ كمان. الفتره دي عندهم بيفكروا في سفر. اوكي. الفتره دي بقى يفكر في الشغل اكتر او بيدور على الفلوس اكتر او الماديات اكتر. اوكي. ايه اكتر ابراج ما بيعرفش يتعامل معاها خالص؟ هو والاسد بيتقابلوا لكن لازم تحصل مشاكل. اوكي. هو وال الميزان عقرب بيقابله. علاقه ناجحه برضه ست الحوت. ست الحوت علاقه ناجحه جدا مع راجل العذراء. حلو. ست الحوت والدلو والحوت والدلو والجدي كمان تنفع معاه، بس اكتر ابراج ناجحه معاه ويكملوا الدلو والميزان. والحوت بس هيتقابله، الاسد هيتقابله، بس لو حصل ارتباط ما يكملش الاسد والعذراء، بس لازم يتقابلوا. اوكي. اوكي. والجوزاء لان الابراج الهوائيه برضو لازم يقابلوا ويبقى في بينهم سواء شغل او عاطفيا. حلو. ايه اكتر حاجه ممكن حد من برج العذراء الفتره دي يبقى واخد باله منها ممكن ما تظبطش معاه؟ الفلوس، او بيدور على الشغل والفلوس. لا مش هو بيدور على ايه، اكتر حاجه يبقى واخد باله ان هو مثلا يتجنبها يبعد عنها ما يعملهاش. ان الفتره دي ان هو ما يبقاش مركز قوي في الحاجه او يعني ما يقفش على الواحده. لان هو من الابراج اللي بتحب تتلكك. اوكي. هو عامل زي الطفل، هو طفل كبير، هو قوي بس في شغله، قوي بس في شغله. لكن هو في الحياه وهو في شغله اشطر بكتير من حياته الشخصيه كحياه اجتماعيه يعني. يعني هو عمليا نسبه حظه كلها واخدها في الشغل اكتر من حياته الشخصيه. حياته الشخصيه بيبقى هو مرتب شويه حاجات، لما بتتغير بيتلخبط او بيتفاجئ، هو بيكره المفاجآت. فلما بيحصل اي مفاجاه لاي حاجه هو مش مستنيها ده بيوتره او بيلخبطه. ماشي. طيب معنا تليفون من اسماء. الو. 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 ايوه. ازيك يا اسماء؟ مساء الخير. انا اسماء. ايوه. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا وبحب استاذ جدا، ويعني اول مره في حياتي اعمل ده. حبيبتي شرف لينا والله. انا بس كنت عايزه اعرف تاريخ ميلادي. انا 22/5/1995. كنت عايزه اعرف يعني بالنسبه للحياه المهنيه العاطفيه وفي ارتباط او لا، وبالنسبه للشغل والحاله العاطفيه والتوافق الابراج وكده. تمام يا اسماء، سابي اجاوب عليكي. شكرا. هي 22/5. هي جوزاء بس تاخد من الثور. البرجين مع بعض صعبين جدا، ثور وجوزاء. ذكاء غير طبيعي، بتفهم زياده عن اللزوم، ذكيه زياده عن اللزوم، بتعرف تعمل حياه لنفسها او تعمل بلان حلوه، بس هي كل مشكلتها عاطفيا ان هي عايزه حاجه زي ما يعني على السيناريو اللي هي حطاه عايزاه زي ما هو، او الشكل اللي هي عايزاه عايزاه زي ما هو. مش عندها اي تنازلات خالص، او ما بتنازلش خالص عن الشكل العام اللي هي عايزاه. طبعا دوت ما فيش حاجه اسمها كده. يعني ما فيش حاجه اسمها رسمه شخصيه معينه او كاركتر معين، ما بتحصلش بنسبه 100% ولا حتى 75%. لازم يبقى في تنازلات في شويه حاجات. اوكي. لكن هي كجوزاء الفتره دي عندها حلوه جدا عاطفيا وماديا. فلو عندها اي ارتباط او محتاره فيه، هي من النوع اللي بتخاف تخاطر او تجرب، دايما بتبقى عايزه تعمل حاجه بس بتقعد عبال ما بتفكر وبتاخد القرار بتتاخر. فالحاجه بتروح منها. فبقول لها خليكي جريئه، اجري في احداث حياتك. الفتره دي عندك حلوه جدا، لو اخدتي قرار امضى في حاجه، دخلتي في شغل عاطفيا، اخدتي قرار في حاجه، ما تخافيش. يعني مش نهاية العالم يعني. فبقول لها جربي، لأن هم من كتر ما هم فورمال جدا وعايزين شكلهم يبقى أوكي جدا، وبيخافوا على منظرهم، مش عايزين يخاطروا أو يبقوا حقوا تجارب، مش بيجازفوا خالص. أوكي. طب إيه رأيك ناخد شوية توقعات كده للفترة الجاية لكل الأبراج؟ أوكي. الحمل الفترة ديت حلوة عنده. ماشي خلاص. معانا تليفون. معانا عماد ولا معناش عماد؟ طيب نكمل لحد ما. اوكي. الحمل الفتره دي حلوه وبيفكروا في السفر، سواء بنت او ولد بيفكروا في السفر، سوري، سواء داخل البلد او خارج البلد. بس اللي عنده سفر خارج البلد وفي شغل
يسعى له وما يقولش لا خالص عليه. اوكي. برج الثور. طب قبل ما نقول برج الثور ناخد تليفون من عماد. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ لو سمحت. الحمد لله تمام. ميرسي على البرنامج الحلو. شكرا. عايز اسال على برج الجدي 4-1. تمام، ما في حاجه معينه حضرتك بتسال عنها؟ الناحيه المهنيه وطبيعه الحياه اليومين دول. اوكي ماشي، شكرا ليك. اوكي. 4-1. 4-1 الجدي. الفتره دي هو كان بيسعى لحاجه الفتره اللي فاتت، هتبتدي تظبط اليومين دول، يا ظبطت من يوم او اتنين، يا اما هتبتدي تظبط في خلال الاسبوع ده او 10 ايام دول، عندهم حاجات هتظبط. بس هم بيتكلموا كتير، او يعني بيقعدوا يحكوا او بيقعدوا يفكروا. هم من الجدي راجل او ست، هم اللي بينبروا على نفسهم، او هم من كتر التفكير والسؤال والظن الكتير، هم اللي بيخلوا الحاجه ما تجيش، ودايما في حزن او دايما في خوف. أوكي. ان الحاجه ما تجيش، فهم الحاجه ممكن تستدعيها وتجيلك وممكن تبعديها عنك، هم بيعملوا كده. فدايما يتفائلوا، لان هم قصه التفاؤل دي عندهم نسبه وتناسب على حسب الشخصيات اللي حواليهم. فبقول لهم ركزوا مع نفسيكم، الفتره اللي جايه عندكم حلوه نوعا ما، فيهدوا كده، لان اللي جاي عندهم خطوات حلوه في حياتهم، بدايه لسنين تانية جايه كتير. حلو. معانا تليفون تاني من محمد. الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن اسال بس على برج الحمل 5-4، عاوز اعرف بالتفصيل. بتسال عن ايه؟ عموما هو 5-4 بس حمل. بتسال عن ايه بالظبط؟ عن الحياة المهنية والعاطفية تمام. اوكي حاضر، شكرا ليك. 5-4 الحمل، وده حمل بيور. مهنيا كانت عنده فترة من شهر وشوية مش حلوة، ابتدت تبقى حلوة. اوكي، فيحافظ على ده وما يقعدش يتكلم كتير، لان هو كثير الكلام برج الحمل في الرجالة. عاطفيا اختياراته غلط، بيظهر له حاجات كتيرة بس هو اختياراته غلط، وبعدين بيصدق بسرعة أو بيروح بسرعة، أو من أي كلمة حلوة أو من أي حاجة بيفتكر إن هو كده أوكي، أو إن هو في خطوة المفروض ياخدها. لا، يتريش شوية، لأن هو اختياراته عاطفيا كلها مش حلوة. أوكي، لكن عمليا الفترة اللي جاية حلوة عنده، ولو جاله سفر زي ما كنا بنقول من شوية يسافر. بس برج الحمل خصوصا رجل الحمل هو طفل كبير، يقفل بقه شويه لان هو بيتكلم كتير، فالحاجه ما بتظبطش عنده. تمام. طيب معنا تليفون من رضوى. الو. الو رضوى. الو. ايوه، ازيك يا رضوى؟ الو. ايوه يا رضوى. انا كنت عايزه اعرف برج الحوت كام، تاريخ ميلادك كام؟ الحمد لله. كنت عايزه اعرف برج الحوت تاريخ ميلادك كام يا رضوى؟ 18/3. تمام ماشي، شكرا. حوت 18/3، اخر 10 ايام في الحوت. الفتره اللي فاتت كانت عندهم مش حلوه، كان عندهم عاطفيا كمان بالذات ما كانتش حلوه، وماديا. الفتره دي هتبتدي تظبط، بس انا بقول لهم اول حاجه رقم 1 و2 و3، حبوا نفسيكوا او فكروا في نفسيكوا، وبعد كده فكروا في اللي حواليكم. لان هم دايما بيتاثروا باللي حواليهم او من الناس القريبه ما بينهم منهم يعني. فبقول لهم فكروا في نفسيكوا، ما تقعدوش تشغلوا دماغكم بحاجات او دخلوا نفسيكوا في مشاكل او امور انتوا في غنى عنها. هتبتدي الدنيا تظبط عندهم من بعد يوم 25، يعني احنا خلاص النهارده احنا يومين ثلاثه والدنيا تظبط عندهم. حلو قوي. طيب معانا تليفون من ساره. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا ساره؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال على برج العذراء 21/9. واحد ده جوزك؟ هي كده ميزان. ده انت ولا جوزك؟ لا ده انا، ده بوردر لاين يعني ما بين عذراء وميزان. هي من 21 احنا دخلنا في الميزان خلاص، مش عذراء. بس هي تاخد من العذراء. تمام. اوكي. العذراء ابتدى خطوات حلوه الفتره اللي يعني لو هو هو ميزان، بس عشان هي اول 10 ايام واخده من العذراء، فالدنيا هتمشي معاها نوعا ما احسن، علشان الميزان الفتره دي عندهم مش قد كده، يعني متلخبطين. الميزان متلخبط، مش واقف على ارض صلبه، حاسس ان داخل على حياه جديده او داخل مسؤوليه كترت عليه، متلخبط. فبقول له يرتب اوراقه بس،
ومن بعد 15 9 ابتديت تظبط معاهم، مش دلوقتي خالص. شكرا يا سابي. العفو. شكرا. بس برضو انت واخده من العقرب، مالكيش دعوه. ماليش دعوه بالكلام ده. كان نفسي نلحق نتكلم عن توقعات الابراج بس للاسف المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله. بس يعني اتبسطت ان انا قعدت معاكي. وانا كمان. وانا كنت عشاني قوي والله. وانت حبيبتي يا سامي. كده خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا كمان من ان بوكس. استنونا بكره ان شاء الله الساعه 6:30 على صدى البلد. باي باي.